أعلننا منذ أن بدأنا بالتحضير لمجرش 38 هذا العام أنه هذا المهرجان هو مهرجان تضامني داعم لأهلنا في غزة. بعد ذلك سيدي أعلننا أيضا أنه سيذهب ريع هذه اللوحات التي سرسمت أو سترسم من خلال فنانين تشكيليين عالميين وعرب، أنه سيتم عمل معرض وبيعها. هذا المعرض هو نتاج الأعمال اللي قدمت من حوالي 25 فنان أردني وعربي وعالمي. الرسالة هي وقفة الأردن مع فلسطين ومع أهلنا في غزة تحديدا. رسمت القدس، رسمت الأقصى، رسمت غزة، رسمت الأردن وفلسطين في آن واحد. تنوعت فيه الأساليب من الواقعية إلى الانطباعية إلى التعبيرية، إلى التعبيرية الحديثة إلى التعبيرية الانطباعية إلى وتعددت المدارس إلى الحداثوية. وجودي بالمعرض هون بيعني لي كثير، زي ما بيعني للأشخاص اللي دعوني على هذا المعرض واللي شاركت من خلال لوحاتي الأربعة الموجودين هون كأسيرة محررة. بيعني لي كثير، هذا بيعطيني رؤية إنه في لسه ناس فيهم خير، ناس ممكن إنه تضلها لأبعد الحدود متضامنة مساندة. معرض مهم جدا، وتأتي أهميته من احتوائه على لوحات تمثل معاناة الشعب الفلسطيني ومعاناة أهلنا في فلسطين وفي غزة، وهذا أقل واجب أن يفعله الفنانون. معرض اليوم المشاركة أنا فيه هو امتداد لسمبوزيوم الفنون اللي شاركنا فيه خلال فعاليات مهرجان جرش الماضي، والمشاركة كانت عبارة عن لوحة تشكيلية منعبر فيها عن حزننا وغضبنا اللي عم بيصير بغزة.